كينز therefrap.com. وانت اصلا ما تعرفون الوضع بالعراق ايش صاير، انت قاعدين كل واحد يمسك له حبايه عشان ينسى الهموم، وبعدين يجي يسب دوله سبيت الشعب هذه الدولة، لا تتكلم على الاسلام وانت تسب من غير دولة، اعتبروها بالرجولة لما سبت التميت، وقع نفسه هو عاري والناس تصيح له بالسيد. الف شخص يموت باليوم، العراق بلد دماء، وانت جايين تسبون اجل يسبون اخاء، ابعد بعد عني بعد مسافة الارض للسماء، جبل لا يهزه اهم شيء العزة، ربي موجود ابتسم غضب ابد ما يسوى، ها اقدم ثقافة لرابي وانا بكون فخر بلادي، وانت قدمت العار اسوأ طريق وسار، غيرتهم تحت الصفر لو كان الرب موفته ما يلاقيه مهما حفر، امسووه فيها يرقع قسم ابسط ما قدم، قسم سهل مو محترم، عتبي مو عليه عتبيه على اهله، تصرف بتربيته يمكن اختي يشوفها تعرفون من العراق زين قبل ما تسبون، اوكي يلا بيس.